السلام عليكم شباب. دي اس بي صح؟ ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. واضحة ولا نطفي حاجة؟ ماشي. النهاردة إن شاء الله هنبتدي في مادة الـ DSP Applications. احنا مهتمين في المادة ديت بمعالجة الصوت والصورة. بس معالجة يعني دقيقة شوية. أنا هشتغل معاكم في الصوت مدة 4 محاضرات. والدكتور عمر نصر هيشتغل معاكم 4 محاضرات تانيين في الـ Image Processing. وفي دكتور محمد هيكمل برضو على نوع من السيجنال بروسيسنج يعني. الديجيتال سيجنال بروسيسنج يعتبر من السيجنال في طبيعتها ممكن تكون انالوج. لما نجحنا ان احنا نحولها الى ديجيتال كسبنا كتير قوي، كان ليها ميزات كتير قوي زي ما هنشوف بعد شويه. ف فطبعا بنحتاج علشان نقدر نحول السيجنال من انالوج لديجيتال ونتعامل معه بعد كده ديجيتال، بنحتاج لانالوج تو ديجيتال كونفرتر. وده يعني اذا كنا بنتعامل مع درجه حراره او بنتعامل مع صوت، هو يعني الصوت من الحاجات المهمة جدا اللي احنا هنتعامل معاها. لكن يعني عموما مسألة السيجنال مسألة كبيرة جدا، ممكن تشمل حاجات كتير قوي، ممكن مش صوت بس، ممكن تشمل صورة كمان. الصورة في تو دايمنشنز، وممكن تشمل فيديو فيبقى في التو دايمنشنز معهم الدايمنشن الثالث اللي هو التايم. فالسيجنال ممكن تبقى حاجات متعددة يعني. و الديجيتال سيجنال بروسيسنج يعني اول حاجه انها سيجنال، وكونها تبقى بنعمل ديجيتال بنحولها لديجيتال معناها حاجتين اتنين. معناها انه في امبليتيود، والامبليتيود ده في الانالوج ممكن ياخد اي قيمه، في الديجيتال بياخد قيم محدده، بس ممكن جدا يكون الايرور صغير جدا لدرجه ان يعني ممكن نعتبر ان احنا almost we have the same signal يعني. وكمان في مش بس في الامبليتيود، كمان في ديجيتايزيشن في التايم. فبوث تايم اند امبليتيود ار يعني كونفرتد من الانالوج للديجيتال. وبعد ما بيكون عندنا السيجنال ان اتس ديجيتال فورم بتكون سهل التعامل معاها، وبنعمل عليها بروسيسنج كتير قوي. نقدر نعمل لها ترانسفورميشن، نقدر نعمل لها ديتكشن موجوده ولا لا، استيميشن الفاليو بتاعتها قد ايه، نقدر نعمل ريكوجنيشن وكلاسيفيكيشن زي ما بنعمل مثلا سبيتش ريكوجنيشن مثلا، او نكلاسيفاي السيجنال هو الراجل دوت
ميل ولا فيميل، نقدر نديتكت السن والعمر من الايمج او من الصوت. نعمل لها كودينج او بيسموه كومبريشن، بدل ما هي واخده سايز كبير نقدر نحطها في سايز صغير. الايمج يعني لولا الفيديو كومبريشن كان صعب جدا يكون عندك 1000 قناه مثلا ولا اكثر بتقدر تتجول بينهم في التلفزيون. كان ممكن جدا تلاقي بالكثير عندك قناه ولا اثنين وخلاص. فالقدره على ان احنا نعمل كومبريشن والصوت والصوره يعدوا على العين بكواليتي عاليه كفايه، ده من التقدم اللي حصل. الشغل المحمول اللي بين ايدينا ده هو اصلا في نوع من الكومبريشن للصوت والصوره طبعا لو في فيديو يعني. فالكومبريشن بتاع الصوت ده ممكن يكون لولا هذا التقدم اللي حصل في مجال الكومبريشن للصوت كان صعب جدا المحمول اصلا يتوجد اصلا يعني، لان الباندويتس ما كانش ممكن يساعي كل انواع كل كميه المحمولات اللي موجوده في بين ايدينا يعني. نقدر نعمل سينسيسز او ريبرودكشن للسيجنال، ومثال على ذلك لما يكون عندك تكست تو سبيتش، يعني يبقى عندك نص وعاوزين ننطقه. طبعا تقدر تعمل لها ريكوردينج واركايفنج واي نوع من الاناليسيز واي نوع من الكونديشن. واهم حاجه هنا في الكونديشننج في حاجات كتير قوي من الفلترنج يعني، وده لعل مر عليكم في سنه تانية. طيب البدايه بتاعت السيجنال بروسيسنج كانت في الحرب العالميه الثانيه لما بداوا يصنعوا الرادار في انجلترا علشان يكتشفوا الطيارات الالماني وهي جايه، فيديهم فرصه يتعاملوا معاها قبلها بوقت كافي يعني. فطبعا الصوره البسيطه للرادار ان كان بيبعت بلس او سيجنال بتردد معين وبياخد الريفليكشنز اللي موجوده على الطياره، فبيقدر يحدد لان هو بيتحرك وبيسكرين المساحه كلها اللي قدامه، فيقدر يعرف السيجنال ديت لو بعت سيجنال في هذا الاتجاه يبقى عارف ان الطياره في هذا الاتجاه، وبيقيس الوقت ما بين انه بعت السيجنال ورجعت السيجنال تاني، والوقت ده يقدر يعرف منه البعد بتاع الطياره، يبقى يقدر يعرف البعد والدايركشن بتاعها. هاويفر يعني اكتر البروبلمز اللي موجوده في الانالوج دي كانت انالوج سيجنال، من اكتر المشاكل الايجنج والاستابيليتي والسنسيتيفيتي، يعني مجرد ان انت تبقى عندك مقاومه حتى. المقاومه دي عباره عن اللي هو عباره عن يعني سبيكه مع الوقت والحراره اللي بتتعرض لها في الشغل الحقيقي ومرور التيار فيها بيحصل ان هي القيم بتاعه المقاومه بتتغير، فده يعني يخلي البرفورمانس على بعضه طالما ان كل الكومبوننتس في فرصه ان هي يحصل فيها تغير، فده طبعا يخلي البرفورمانس مش ستيبل مع مرور شويه وقت يعني. ولو كان الجو فيه يعني حر شويه وده طبيعي في الاجهزه، ففرصه الدريفت مش نتيجه الايجن نتيجه الحراره نفسها، انه يحصل دريفت في البرفورمانس وتغير في البرفورمانس ممكن يبقى كبير قوي. بدات بعد انتهاء الحرب العالميه الثانيه في سنه 55 تظهر الكنترول ثيوري لحضراتكم والزد ترانسفورم والكلام ده، فده يعني مساله الديجيتال ايرا بدا بشكل قوي بعد كده. المشاكل الانالوج زي ما قلنا الايجنج والسنسيتيفيتي للانفايرومنت الحراره والكلام من ده، و البرفورمانس
يعني انت اصلا وانت بتصنع المقاومه وعاوز تعمل مقاومه 1 كي عمرك ما هتجيبها 1 كي بالظبط، يبقى 1 كي و 1.0 كذا 1 كي الا شويه، فده بادئ دي بادئ كده، انت بادئ بمقاومه ما هياش اكزاكت 1 كي. وطبعا في فاريشن في البرفورمانس اكوردنجلي يعني. لو انت كمان عندك خلاص تصميم دايره انالوج والدايره دي انت مظبطها على مثلا درجه تردد معين فريكوانس معينه علشان تشتغل عليها، وبعدين اكتشفت انه ان انت محتاج تغير الفريكوانس دي، فهتجد الادابتيشن ده في غايه الصعوبه يعني، لانك لازم تشيل كومبوننتس وتحط كومبوننتس وتختبرها مره ثانيه وتتاكد انها سليمه. الكلام ده طبعا تجاوزناه في حاله الديجيتال تماما يعني. في الديجيتال كل العيوب دي مش موجوده، كل العيوب ديت امكن تحاشيها، يمكن يكون فيه شويه الباور كونسامشن ممكن يكون اعلى شويه، لكن تجاوزنا كل المشاكل دي. انت عندك ديجيتال كومبوننتس او كمبيوتر وبتقدر تغير، يعني لو انت عندك برنامج عامله على مظبط الالجوريثم على فريكوانس معينه، انت ممكن اصلا في الالجوريثم نفسه او في السوفت وير نفسه تعمل يعني حاجه بسيطه، تقدر تقول انا عاوز اغير الفريكوانسي من 1 كي ل 1.5 كي من غير اي جهد يعني، حتى هو ممكن كمان البرنامج يكون شغال واون ذا فلايت تقدر تغير البرفورمانس يعني. فالتطور اللي حصل في دنيا الديجيتال كتير قوي. ايه بقى التطبيقات المختلفه اللي موجوده؟ يعني نقدر نقول كاونتلس، كل حاجه بين ايدينا ممكن تكون اصلها ديجيتال سيجنال بروسيسنج يعني. ففي مجال الكوميونيكيشن ده نوع كده بس من الحصر السريع يعني، في مجال الكوميونيكيشن ايكو كانسليشن، انت لو تيجي تتكلم في التليفون ويكون المكالمه من حد بعيد فبيحصل احيانا ليكج، والليكج دوت يبقى الواحد يقول الكلمه وبعد شويه يسمع صوت صدى للكلمه بتاعته، فتلاقي عشان ادبت اهلا 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 بص له وهو عمال انتوا الاثنين كل واحد عمال يتكلم ولما يجي له صدى الصوت يفتكر ان هو بيرد فيبتدي يستعجل ويتكلم تاني، فبتبقى مشكله. فلازم نعمل كانسليشن. الكلام ده طبعا موجود انالوج وموجود ديجيتال بشكل جيد يعني. البي بي اكس اللي هي التليفونات الداخليه، شبكه التليفونات الداخليه، الريبيترز عشان يقوي السيجنال الديجيتال، فبياخد السيجنال بعد مرور يعني مسافه معينه بيحصل ان السيجنال بيحصل لها ديكي اتنيويشن، فيجي بعد مرور كام كيلو كده من السلوك الممتده وبتنقل السيجنال، يبتدي يعمل حاجه اسمها ريبيترز، ياخد السيجنال ويرجعها مره تانية. هي السيجنال بتبقى زيروز ووحايد، فبيحصل ان الوحايد اذا كانت هي الهاي فاليو بتبتدي تنقص وبيكون عليها نويز، فيبتدي بعد شويه ممكن تختلط بالاتينويشن بالزيرو لان عليها شويه نويز والزيرو فيه شويه نويز، فاحنا عاوزين نضمن ان مع النويز الاثنين ما يحصلش ليهم سويتشنج بينهم وبين بعض يعني. فطبعا عشان نقوي الديجيتال سيجنالز بنستخدم حاجه اسمها الريبيترز وهكذا. ونظام الجي بي اس ده نظام بديع قوي اللي احنا دلوقتي يعني ما نستغناش عنه، بالذات لو رايحين مكان جديد، وهو نظام ساتلايت علشان يقدر يحدد البوزيشن لكل واحد او لكل عربيه او مع كل محمول يعني في الجي بي اس.
الفويس اند سبيتش يمكن هوريكم شيء من التفصيل شويه دلوقتي حوالين ايه اللي ممكن يتعمل في الفويس والسبيتش. لان ده هو ده محور كلامنا ان احنا يعني احنا هنشتغل على السبيتش بروسيسنج وهنشتغل ازاي ممكن نعمل تكست تو سبيتش او على الاقل يعني بنسميه فوكودر يعني ازاي نقدر ناخد الفويس ونقدر نعرف البارامترز. بيبقى في موديل الموديل ده لو حسبنا البارامترز بتاعته يمكن ان احنا نرجع الصوت مره ثانيه. يعني انا اخد الصوت حد بيتكلم صوت حجمه كبير جدا قدرت ببارامترز قليله حسبتها اقدر اخزن البارامترز ديت وبعدين اقدر ارجع مره ثانيه الصوت. طبعا مش بيرفكت بس اصلا السبيتش سيجنال يعني فيها ريدندنسي عاليه جدا لدرجه ان يعني الحرص على ان انا ارجع كل بيت از از يعني يعتبر مش حاجه ملهاش لازمه. في كونسيومر ابلكيشنز كتيره قوي. طبعا في ميليتري ابلكيشنز اهمها الرادار طبعا وبعد كده بدات دلوقتي في انواع من الروبوتس اللي بتستخدم في الطيارات بدون طيار وعربيات بدون طيار وبعد شويه ما تستبعدش ان بعد شويه بجيش كامل ارمي كامل منظومه اسلحه كامله كلها من غير بشر. البشر قاعدين ورا في بلدهم وعمالين يديروا حرب على بعد الاف الكيلومترات لانه في جود كوميونيكيشن وقادرين يقودوا الفيهيكلز المختلفه والطيارات وربما يكون كمان في سب مارينز كلها ممكن تبقى يعني سيلف دريفن او دريفن فروم فار يعني باي بايلوتس قاعدين على يعني كراسي بعيد قوي عنهم. يعني الميديكال طبعا فيه يعني تطبيقات كتير برضو هنمر عليها. فاجمالا يعني عاوز اقول انه نواحي الحياه المختلفه بقت اتاثرت ايجابا بوجود الفيلد بتاع الديجيتال سيجنال بروسيسنج. وانس ان النظريه بقت موجوده نظريه الفيلد. وانتوا سامعيني كده؟ الناس اللي ورا سامعيني كده؟ ها؟ طيب هناخد واحدة من هذه التطبيقات وهي الايمج والفيديو كومبريشن. طيب هو الايمج عموما بروسيسنج احنا لما بنتكلم دلوقتي على 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 يعني دي سيجمنت من ايمج. السيجمنت دي كبرناها فاكتشفنا ان هي متكونه من بيكسلز كل بيكسل منهم متكونه من ثلاث الوان وكل لون بنحطه بايت. فانا لو عندي ايمج مصورها من محمول ولا من كاميرا ايا كان فانت في الاخر عندك ثلاث الوان. كل سنجل بيكسل موجوده في الصوره عباره عن 3 بايتس ده من غير كومبريشن. لو انت عندك الصوره مثلا 20 10 20 30 ميجا بيكسل وفي حاجات دلوقتي بتوصل ل 50 واكتر ده معناها انه 50 ميجا بيكسل معناها كل بيكسل محطوطة في 3 بايتس. بس عشان الصورة الواحدة تحطها في 150 ميجا ولا حتى في 30 ولا 40 ميجا ده مش شيء سهل التعامل معاه. فهنا نشأ الحاجة إلى الإيمج كومبريشن لسببين.
إما عشان نقدر نعمل لها ترانسميشن من مكان لمكان، عجبتك صورة لقطت صورة لنفسك وتبعتها لحد، فعلشان تبعت في كل مرة 30 ميجا ولا 40 ميجا ولا كده، ده مش حاجة هتبقى سهلة يعني. وكمان عشان انت تخزنها عندك، وإلا مساحة التخزين عندك هتتملي من كم صورة يعني، فضلا ان يكون فيديو. لو كان فيديو كمان ومن غير كومبريشن، هو فيديو واحد ممكن يملا لك الـ 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 المساحة اللي عندك كلها. طيب، في تطبيقات ليه؟ طبعا في مجالات كتيرة قوي، منها الإديوكيشن والميديكال والمابس بتاع الويذر والفينجر برينتس وحاجات تانية والترانسميشن، ريموت سينسينج، وميليتري ابليكيشن والتيلي كونفرنسينج. ما اظنش حد فيكم ما دخلش على زوم ودخل في محاضره بالكامل، شايف المحاضر او شايف الشاشه والصوت والصوره، بيتابع فيهم بشكل سموث جدا. فده طبعا بيفرق. حتى تسجيل المحاضره اللي انا بعمله دلوقتي اتس كايند اوف لازم يتم فيها كومبريشن عشان تنزلها وتتفرج عليها. نسب الكومبريشن ممكن تكون من مساحات الضغط يعني، ممكن في الايمج ممكن من 10 لواحد وممكن من 50 لواحد. الديبنس على كومبرومايز بيتم ما بين السايز اللي انت عاوز توصل له وما بين الكواليتي، ما بين السايز والكواليتي. لما نروح للفيديو بقى، لا، في كمان دايمنشن اللي هو التايم. احيانا في الفيديو انا بستفيد من التايم ازاي؟ الفيديو بيبقى مجموعه فريمز او صور ورا بعض، وما بيحصلش تغير كبير ما بين صوره والثانيه. يعني انا لو في فيديو بيصورني دلوقتي هيبقى في حركه في الشفايف، حركه في العينين، لكن الباك جراوند اولموست ثابت. وحتى لو الواحد بيتحرك حركة خفيفة أو كده ما بيلحقش يعمل، خاصة وبيبقى عندك ما بين 24 أو 25 إلى 30 وأحيانا 60 فريم بير سكند. فالفرق ما بين صورة وصورة مش كبير قوي، وبالتالي بيبتدي يستفيدوا كمان من الدايمنشن بتاع التايم. إن أنا عندي صورة اللي قبلية أنا بعتها، انا ببعت الفرق ما بين الصوره اللي قبليه والصوره اللي موجوده دلوقتي والصوره اللي قبليه، واحيانا مش الصوره اللي قبليه بس، واللي قبل قبليه. فعندي بستفيد من النوع الريدندنسي اللي موجوده في الايمج وكمان في التايم دايمنشن. فده بيخلي الفيديو كومبريشن امكانيه ان احنا نوصل فيه لنسب ضغط عاليه جدا ده موجود، وده اللي خلى دلوقتي الفيديو بقى يعني فريندلي قوي للناس بتتعامل معاه ببساطه. الكلام ده طبعا زمان كان صعب قوي. يعني خدوا مثال، انت عندك صورتين، انت شايف فرق بينهم وفي صالح مين، اليمين ولا الشمال؟ نعم، شايف. طب مين شايف اليمين اوضح ومين شايف الشمال اوضح؟ طب تعالوا نشوف الفرق بينهم. هو الشمال فعلا اوضح شويه، دي حوالي قرب 78 كيلو بت، ودي 19. لدرجه ان بعض الزملاء، هم طبعا تلاقوا الزملاء اللي قالوا تلاقيهم ورا شويه، لان فعلا كل ما المسافه تزيد الفرق بينهم يتلاشى. لو انا مزنوق قوي في المساحه اللي عندي، ديفينتلي حرضه، لان انا بعرف، انا برضو عارف المحتوى ايه يعني، شايف طماطمايه وشويه بصل وكلام من ده، فيعني قادر اميز المحتوى من غير صعوبه يعني. نعم، طبعا في دي بيسموها لوسي كومبريشن. لوسي كومبريشن معناها ان انا فقدت
تفاصيل. بس انت زي ما انت شايف كده انا خلاص اللي فقدته فقدته مش هعرف ارجعه تاني. فيعني الفرق ما يعني لو انا اتعاملت مع دي مش هعرف. لو افترضنا ان دي الاصل, هي مش الاصل, هي كمان يعني هي كومبريسد وفيها شويه تفاصيل راحت, لكن لو انا اتعاملت مع دي انا مش هعرف اجيب دي تاني. اللي فقدته خلاص فقدته. بشيل الداتا المهمة وحافظ اسف بحافظ على الداتا المهمة وفي ريدندنس كتير قوي واخد بالك وكده, ف يعني مش كل التفاصيل بتبقى عندي. وطبعا الكلام ده هتدرسوه مع الدكتور عمر بالتفصيل, هتشوف ازاي ممكن نعمل كومبريشن سواء للايمج او يمكن حتى الفيديو, ويبقى عندك في ايدك الكفاءه او الكومبرومايز اللي هو بتحافظ قد ايه على الكواليتي في مقابل انك انت بتضحي قد ايه بالتفاصيل. ده الكومبرومايز ده موجود عندنا. ففي انواع من الكومبريشن, الكلام ده موجود في الصوت وفي الصوره وفي الفيديو. بعض انواع الكومبريشن في الصوره ما نحبش نفقد تفاصيل. ليه؟ لو انا مثلا واخد اشعه وعاوز اعرضها على الدكتور, هو اصلا المرض لما تيجي تشوف الرئه اللي فيها تعبانه قصاد الرئه العاديه تلاقي في حتت كده فيها نغبشه شويه. فانت لو انت عملت لوسي كومبريشن انت مرضت كل الناس, او محدش هيعرف يميز ما بين الشخص المريض والشخص السليم. فاحنا عاوزين التفاصيل, التفاصيل دي تهمنا جدا. طب نعمل ايه؟ نشتغل على حاجة اسمها lossless. بس احنا عاوزين نعمل compression برضو, ما هي عندي صورة وفيها تفاصيل كتير قوي. فلو استطعت ان انا يا سيدي انزل السايز حتى فقط 20-30-50% كويس, انا يعني وفرت شويه. لكن ولازم ارجعها as is, يعني عندي القدره ساعتها في اللوسلس كومبريشن ان انا ارجع الصوره كما كانت مره ثانيه. بس كميه الكومبريشن بتبقى قليله جدا جدا يعني. وهتلاقوا برضو عندكم يعني ممكن يكون مر عليكم أو هيمر عليكم حتى في مواد تانية مسألة أنواع ال اللوسي. زي ما قلنا إحنا بنفقد, وطبعا يعني واحدة من الحاجات المعروفة اللي هي الجي بيج ده بيبقى وده مع الصور, لكن في الامبيج مع الفيديو, وساعتها مش بيتعامل مع السيكونس اوف ايمجز اللي موجود في الفيديو بس, ده كمان بيتعامل مع الصوت ويعمل له برضه نوع من الضغط المناسب ليه. مش حاسس انه شغال كويس, سامعين ورا؟ ماشي. برضه من الاماكن اللي بنحتاج فيها الكومبريشن بشده السيرفيليانس. يكون عندك كميه كاميرات. دلوقتي ما فيش محل يعني خايف على نفسه ولا خايف يتسرق ولا بتاع الا ويحط كذا كاميرا جوه المحل وبره المحل, ولما تحصل جريمه ولا حاجه يجروا يشوفوا الكاميرات ديت, وبتساعد كتير جدا على ان هم يعني يعرفوا بالضبط مين الجاني. ف وعدد الكاميرات دي كل شويه بيزيد لان تكاليفها بقت زهيده قوي. فدلوقتي بقى يعني ايه, ممكن تلاقي على ابواب الشقق, على مداخل العمارات, على يعني ايه اعدادها بتتزايد بشكل, وبقت حاجه كوميديتي كده في ايد معظم الناس, مش حاجه يعني صعبه كده والحكومه هي اللي بتركبها ومش عارف. لا, الحكومه مهتميه بالشوارع علشان تضبط السيارات اللي تجاوزت السرعه مثلا ولا حاجه.
فيعني ممكن تكون مهتمية ب وبرضه الميادين وتجمعات الناس وكده، لكن المحلات دلوقتي والبيوت بقى مهتمين جدا بهذا الموضوع كنوع من الأمان يعني. و الاحتياج ليها طبعا عشان نقدر نمونيتور ونعمل سيكيورتي على الأماكن اللي احنا عاوزين نطمئن عليها. و المشكلة بقى فيها ان هي بتجنريت فوليومز كبيرة، الحجم كبير قوي. فطبعا واحدة من الحلول ان احنا نقلل الكواليتي شوية، نقلل السايز شوية. وحاجة تانية مور انتليجنت، وهو ان احنا يعني هعمل ايه بصورة مر عليها مثلا 3-4 ساعات مفيش اي تغير حصل في الصورة بالليل والدنيا ما فيش حاجه خالص، مر 3-4 ساعات ما فيش اي يعني في بير السلم وهو نور محدد، ويعني مش زي مثلا شمس ولا حاجه كده بتتغير مع الوقت، لا ابدا، هو نور محدد في بير السلم. وممكن تمر الا لما تمر قطه ولا حاجه تلاقي ايه الدنيا دربكت وبدات الصور تاني. فهو ما بياخدش صورة، هو طالما ان الصورة دي مساوية للصورة دي ما يخزنش الصورة الجديدة، هي صورة عنده خلاص. لما يبتدي يحصل حركة حتى لو كانت أي حاجة، حتى لو كانت قطة ولا أي حاجة، يبتدي ينتبه ويبتدي يعمل ريكوردينج. وانس تنتهي الحركة يرجع تاني للمود بتاع ان هو بيقارن الصورة الجديدة مع القديمة، إذا هي هي احتفظ بواحدة منهم وخلاص. فبالشكل ده بيقدر يحافظ على يعني السايز بتاعه، يعني ممكن ما يكونش ضخم قوي. مجال تاني الهيومن لانجويج تكنولوجيز، يعني دي 3 مجالات معروفه: سبيتش ريكوجنيشن، تكست تو سبيتش، OCR. خلينا نشوف، نجيب لكم حاجة كده. سارة لكل أصحاب المعاشات، جدول مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر بالزيادة الجديدة وروابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة وبشكل كامل، وأيضا خبر بمليون جنيه بقرار حكومي صرف 500 جنيه مكافأة لهؤلاء الموظفين الفترة. سمعين حاجة؟ وفرحة للموظفين والبنوك والطلاب. الحكومة بتعلن عن عدد الإجازات الرسمية المتبقية في 2022 وعطلات شهر يناير 2023، وهتبقى مليونير لو عندك منها وصول لسعر 50 قرش ل 100,000 جنيه، وهذه هي أماكن بيعها الفترة المقبلة. وأيضا حقيقة تقديم موعد صرف مرتبات أكتوبر المالية بتحسم الجدل بشأن هذا الأمر. هتلاقوا في أخطاء، لكن اجمالا جدل واسع بسبب معلقه السنبله اللي وصل سعرها ل 150,000 جنيه. ده مش واضح قوي الصوت. القناه اللي اشتغل فيها وادفع على زر الجرس، وخلينا نبدا مع حضراتكم تفاصيل الخبر. يعني تقدر حضرتك تخش على بعض المواقع وتقدر تستخدم speech recognition، وبعض المواقع فيها speech recognition on real time، فسواء كان real time او
مش ريال تايم، تقدر حضرتك يعني بياخد شوية ديلي، تقدر حضرتك تستفيد منه لو عندك محاضرة مثلا وعاوز تشوفها تكس عشان أسهل عليك تراجعها، لأن المحاضرة لو طولها ساعة ونص وبعدين أنت عندك مثلا 10 ولا 12 محاضرة عاوز تراجعهم ليلة الامتحان، فمش هتلاقي وقت. فعملوا حق كذا حاجة علشان تقدر تعدي بسرعة. ممكن يعمل سبيدنج للكونتنت زي ما عندك دلوقتي، تقدر تعمل سبيد لأي رسالة صوتية جاية لك. والحاجة التانية إن أنت ممكن تحولها إلى تكست وتتفرج على التكست بسرعة، لأنك عينك ساعتها هتبص على النقاط المهمة، وكمان لو أنت معلم على النقاط دي قبل كده المراجعة عليها بتبقى أسهل بكتير يعني. فده مثال للسبيتش ريكوجنيشن. الأو سي آر نفس الحكاية، برضو في فرصة إن إحنا ناخد صورة لتكست إيمج، هي إيمج بس في كلام موجود، فالكلام ده بنحوله إلى تكست، بنسمي ده أوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، اختصار أو سي آر. فيبقى عندك الفرصة إن أنت تحول كتاب مثلا بي دي إف، بس هو متصور صور مش أصله تكست يعني، لأن البي دي إف ممكن يبقى أصله تكست وممكن يبقى أصله، لو هو أصله تكست ترجعه بيرفكت من غير مشاكل يعني. لكن لو هو عبارة عن إيمج كتاب متصور، فممكن تحويله إلى الأو سي آر بالأو سي آر إلى تكست. طبعا لو هو كلام مفرط زي اللاتيني almost 99% accuracy يعني، لكن لو هو مشبك زي العربي لا very challenging يعني، ممكن قوي لو جبنا 90% بقول دي حاجة كويسة قوي. التكست تو سبيتش هو عبارة عن ايه؟ طب انا عندي نص وعاوز اسمعه، عندي نص وعاوز اسمعه، فنسمعكم نص. تم ايداع مبلغ 750.5 دولار في الحساب اللي ورا، سامعين حاجه؟ ارقام 2376 يوم الاحد الموافق 24 من يناير 2021 الساعه 12:23 دقيقه ظهرا. تم إيداع مبلغ 7,505 دولار في الحساب المنتهي بالأرقام 2,376 يوم الأحد الموافق 24 من يناير 2021 الساعة 12:23 ظهرنا. واضح إنه مش عارف الموضوع دوت. تم إيداع مبلغ 750.5 دولار في الحساب المنتهي بالأرقام 2,376 يوم الأحد 24 من يناير 2021 الساعة 12:23 دقيقة ظهرا مساء. هنا هنلاقي إنه النص بنحول النص العربي او التكست تو سبيتش العربي صعب شويه. ليه؟ لانه بدون تشكيك
بدون تشكيل ما تعرفش تقرا كويس. كاف ت ب هي كتب ولا كتب ولا كتب ما تعرفش، فبنعرفها من السياق. بس التكست تو سبيتش عاوز حد يقول له السيكونس المظبوط للنطق، فلازم تبقى كومبوننت من التكست تو سبيتش العربي لازم يكون فيه مشكل آلي، فده اللي بيزود صعوبة التكست تو سبيتش العربي. الكلمات الأجنبية الإنجليزي على سبيل المثال في قواعد محددة علشان تنقل، احنا بنكتب الفاولز سمول واللونج فاولز بنكتبها في الانجليزي او اللاتيني ان جنرال يعني، لكن الانجليزي اللي نعرفه يعني. فانا عارف ان تي اي او ان هتتنطق تشن، وعارف انه السيكونس ده بيتنطق ازاي، وعارف ان البي سايلنت في الحته الفلانيه فانا عندي مجموعه من القواعد بتطبق على التكست بتتحول. القواعد دي بسيطه جدا، انما قواعد التشكيل احنا في العربي لا نكتب السمول فاولز، يسموها فاول اللي هي الحركات الصغيره زي الفتحه والضمه والكسره دي بنسموها فاول، فما بنكتبهاش، بس بتفهم من السياق. افهم كتب ولا كتب من السياق، اعطيته كتبا او كتاب، لا كتاب معروف ما فيش عندنا، لكن مثلا رأيت كتب، رأيت كتب في مجال كذا، طبعا المفروض تبقى كتبا، بس يعني الكاف ته ب مع بعض مهم جدا ان يكون في تشكيل عشان اقدر اميز هو فعل ولا اسم، ولو فعل فعل مضارع ولا فعل مبني للمجهول كتب. فالكلام ده كله هيبقى صعب قوي يتم من بدون التقدم اللي حصل في التكست سبيتش. الحقيقه مهمه، انا عاوز اسمعكم حاجات متمرنه عاده واحنا بنشتغل على تكست سبيتش من النوع اللي هو اللي انت شايفه ده، بنحتاج مينيمم 10 ساعات واحيانا 30 و40 ساعه. العشر ساعات دول علشان تتابع الفونيمز. كلمة فونيم في اللغة في عرف السبيتش زي الكاركتر في التكست، التغير الكاركتر يغير لك الكلمة. في السبيتش الفونيم يتغير تتغير الكلمة. فكلمة كتابة هي ثلاث حروف ولكنها ستة فونيمز. الكاف فتحة، الكا ده فونيم، والآ الصغيرة اللي بعدها دي فونيم، والته والفتحة، والب والفتحة. فأنت عندك ستة فونيمز، أي تغير فيهم يغير لك في السبيتش المعنى. ولذلك إحنا عندنا في السبيتش إذا كان في الكاركترز عندنا 28 حرف في العربي 26 في الإنجليزي، عندنا في الفونيمز العدد اكبر من كده بكتير، بيوصل ل40 مثلا. طيب احنا بنحتاج علشان نقدر تتابعات الفونيمز دي، واحد يقول لي طيب خلاص انت عندك 40 فونيم، سجل كل فونيم ولما يجي لك كتب ولا كتب ولا كده خلاص انت عرفت من المشكل الآلي الفونيمز اللي موجوده، حطها ورا بعض وانطقها وخلاص، وكل اللي احنا عاوزينه سامبل من كل فونيم. لو عملت كده تطلع حاجه كده ايه ما تتسمعش يعني، لانه كل فونيم بيطلع مختلف حسب الكونتكست اللي هو فيه. الفونيمز اللي قبله تؤثر عليه والفونيمز اللي بعده تؤثر عليه، وبالتالي انا لو جبت فونيم من سياق وحطيته في سياق تاني تلاقيك سامي حاجه كده ما تتسمعش يعني. عشان كده بنحتاج ايه؟ بنحتاج كميه كبيره من التسجيلات اللي الاقي فيها الفونيم موجود في سياقات كتيره قوي، ولما اجي اكون
التكست تو سبيتش، بشوف الفونيم اللي انا عاوزه دلوقتي واحاول ادور على فونيم من الداتا اللي انا مخزنها، ادور على فونيم يكون له تقريبا نفس الكونتكست، يكون قبليه ب مفتوحه وبعديه سين مضمومه مثلا. فبالشكل ده ممكن قوي تسمع الصوت تلاقيه ايه لحد ما معقول. ولكن مع التطور اللي حصل هسمعك دلوقتي حاجه معموله من 5 دقائق بس، وفي محاولات انزلها الى دقيقه واحده. لكن دعنا نتفق على شيء، ومن المتوقع إجراء عدة تعديلات على النموذج الأولي قبل طرحه بشكل تجاري نهاية العام الجاري أو في بداية العام المقبل. سمعين حاجة؟ بعدين بقى other mounts would have been part of defensive walls to protect a certain area. اعمل ايه كده؟ طيب نسمع. other mounts would have been part of defensive walls to protect a certain area. انت بتتكلم انجليزي بس سامعينها. طيب الصوت الاولاني ده صوت طبيعي حقيقي، الصوت ده بعد 5 دقائق ولدنا الصوت ده. It will not destroy barriers. وكلام ان هي نفس الصوت. خليناها تنطق عربي. وراء انه لابد من وجود تخطيط سليم يمثل التخطيط الصيني للحصول على ارضيه مشتركه بين الطرفين. يعني الامل ان الناس تبقى قادره على انها تاخد صوتك. طبعا ال5 دقائق دي في ابحاث علشان ننزلها لدقيقه، وفي ابحاث ثانيه علشان ننزلها الى جمله واحده. يعني حضرتك ايه تقول صباح الخير ولا مساء الخير؟ حاضر. نعم. 5 دقايق دي بنيجي نقول لك ايه؟ انطق ال20 جمله دول. خلاص؟ وناخد ال20 جمله دول بعد نعمل شويه بروسيسنج واطلع لك تكست تو سبيتش متلون بصوتك انت. واقدر اجنريت الصوت الثاني ده، الصوت الثاني ده ده جنريتد، ده مش ده الاوريجينال، ده بيسموه كلوند فويس. كلوند يعني واخد منه كوبي او كده اهو. وهنا كمان فورين لانجوج، يعني انا حاطه بلغه اجنبيه، نفس الصوت بس عامله بلغه اجنبيه. الهدف من الكلام ده ايه؟ طبعا احنا الشغل دلوقتي على عدة مسارات. المسار الأول إن احنا نقلل الاحتياج لعشرين جملة دي ولا 5 دقايق دي، ممكن ننزلهم إلى 1 minute أو 30 seconds، وفي الآخر ultimately ممكن تبقى 1 sentence. يعني أنت مجرد تقول صباح الخير ولا مساء الخير خلاص عرفت صوتك، جبت التكست سبيتش اللي عندي بيكون في اصوات كتيره قوي، بجيب الصوت القريب جدا من صوتك وببقى جاهز ان انا اجنريت اي تكست انت عاوز تعمل له جنريشن بصوتك. طيب ايه الهدف؟ الهدف ان لو في حد، يعني انت عاوز تكلم حد مثلا هندي، هو بيتكلم باللغه الهنديه بتاعته واحنا بنتكلم باللغه العربيه بتاعتنا، أنا عاوز أوصل له صوتي باللغة الهندية وهو وعاوز أسمع صوته. البنت دي هندية يعني أصلها هندي،
وعاوز اسمع صوته بالعربي، بس هو صوته هو مش روبوتك ولا يعني، صوت قريب جدا من صوته يعني. وكل واحد فانا محتاج ايه في النص؟ محتاج speech recognition عشان يترجم صوتي الى تكس، ومحتاج translation، ومحتاج بعد كده تكس to speech بس يكون متمرن على صوته هو. فطبعا ultimately يعني في المنظور يعني القريب يعني او في الميديوم رينج يعني، ان الناس تبتدي تتكلم مع بعض، كل واحد بيتكلم بلغته وفاهمين بعض بشكل جيد، وده ممكن يخلي الناس يعني تعمل ديلز مع بعضها وتتكلم، سواء كان لأسباب سوشيال أو لأسباب مثلا طبية. واحد بيكلم طبيب شاطر في المجال بتاعه في بلد تانية، فهو بيكلم ده بلغته وده بلغته، وكل واحد فاهم عن التاني بشكل جيد وسامع صوته بشكل واضح يعني. في أي سؤال لغاية دلوقتي؟ مسألة الروبوتس، الروبوتس موجودة من زمان، ولكن التطور اللي حصل فيها، معظم التطور اللي بيحصل يعني اللي تشالنج الحقيقي اللي موجود أمام الـ AI in general، الـ Artificial Intelligence، ليه علاقة باللغة. اللغة دي يا أخوانا هي يعني أهم ميزة ربنا سبحانه وتعالى ميز بها الإنسان، اللغة. لأن اللغة حصل إيه لما الإنسان ربنا ركب في مخه إمكانية يتعلم اللغة، ويعني عدد الفوكابلري اللي بيتعامل به الإنسان ممكن يكون مئات الألوف، مش حاجة بسيطة. اللغة خلتنا نراكم المعرفة ونكومنيكيت مع بعض. فكل واحد فينا بعد ما انت قاعد دلوقتي عشان تاخد معارف فورير وماكسويل ومش عارف كل ده، عمالين نجمعه ونحشره كده علشان في الآخر تبقى ماشي مهندس عندك خبرة المهندسين دول كلهم والدكاترة دول كلهم، وقادر انك انت تتعامل مع الحياة بالخبرات المتراكمة دي كلها. كل ده مستحيل كان يحصل بدون وجود اللغة. فاللغة هي واحدة من أسس إنسانية الإنسان، وكون الإنسان يعني متميز على غيره من الكائنات أو من الحيوانات اللي موجودة هي إمكانية اللغة. ويمكن ده السبب في الآية الكريمة اللي بتقول وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها. وبعض الناس بيقولوا ده معناه إنه علموا اللغة، وكلمة كلها مش بالضرورة إن آدم اتحشد في دماغه كل الأسماء بالمعنى، لكن عنده القدرة على إنه يسمي المجهول بالنسبة له. يعني إحنا لما نكتشف كوكب جديد ولا نجم جديد على طول سميه إكس واي زد، سميه ويتعرف الناس بقى اسمه إكس واي زد. ظاهرة زي تسونامي، تسونامي دي لو قلتها لك خلاص إحنا مرت علينا كتير، هي كلمة ياباني معناها فيضان البحر أو كلام من ده. فالقدرة على تسمية الأشياء ونتناقلها وعملين نأكوميليت المعارف، ما بقاش في حاجة ما نعرفش نسميها. فيعني كون ربنا بيقول إنه علم آدم الأسماء كلها دي، ده أحد تفسيرها يعني. فاللغة بالنسبة للإنسان شيء أساس. طيب لما يبقى في روبوت والروبوت دقيق جدا ويقدر يتعامل مع المكن، يقدر يشيل مسمار من مكان لمكان وبتاع، ده موجود من عقود في مصانع سيارات بالكامل، السيارات التقليدية موجودة بالكامل روبوت سيستمز عمالة تشتغل وتشيل وتحط وتركب.
والبشر يدوبك بس بيشرفوا عليهم ويعمل مونيتورينج والدنيا ماشية بهذا الشكل يعني. لكن الجديد في دنيا الروبوتس هي إمكانية إن هو يعرف اللغة ويتعامل مع الإنسان، وما زال حتى الآن very challenging إن يبقى في روبوت بيفهم فعلا الكلام اللي بنقوله. يعني لغاية دلوقتي في كده محاولات لزيادة الفهم، لكن لسه برضو بعيد قوي يعني. فأنت شايف هنا روبوت بيأكله، روبوت بيسلم، وطبعا يعني وارد ان هو يعمل حاجات كتير، وارد ان الروبوت يطبخ، وارد ان هو يشيل ويحط ويمسح ويكنس ويساعد. يعني ممكن احنا دلوقتي ايام بقى جدودنا تلاقي انه يعني ممكن اول ما كانش فيه بوتاجاز ولا كان فيه تلاجة ولا كان فيه غسالة وكلام من ده، التطور الزمن. لكن يعني بالتالي كده احفادنا ممكن يعني يبقى الواحدة هي بتتجوز تبقى عاوزة روبوت علشان يخدمها يعني. الروبوت ده بيبقى مكان الخدامة مثلا، فعادي هو بيمسح ويكنس ويطبخ وتروح تشتري برنامج للطبخ عشان يعني ايه تزود بيه الإمكانيات اللي موجودة. أفتكر ده هيكون ممكن يعني. إنما الموست تشالنجينج في القصة دي كلها قدرة الروبوت على إنه يتفاهم مع الإنسان. طبعا ممكن قوي نعلمه حاجات معينة، اطلع انزل بتاع خلاص، كلمة اطلع معناها يطلع السلم، انزل معناها كده هات خد. إنما علشان يتفاهم ويفهم معانا، لا، القدرة دي مازال المكن عموما، الكمبيوترز عموما مع كل التقدم اللي موجود فيها ما زال دون مستوى الإنسان بكتير قوي يعني. كمان أنا بعتبر دي واحدة من تجليات التقدم اللي حصل في دنيا الروبوتس، إن إحنا يكون عندنا درايفرليس كارز. فتصميمات السيارات الحديثة ممكن أول ما تبقاش حتى محتاجة كرسي السواق، بس طبعا لسه دلوقتي نظرا لانه لسه في اخطاء بتحصل، لكن في الغالب الدنيا راحة ناحيه الماتيوريتي في الموضوع ده لسببين اتنين. اولا التقدم اللي بيحصل في الالجوريثمس نفسها، وتاني حاجه وهي مهمه قوي، التغير اللي ممكن يحصل في الانفايرمنت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الناس ممكن تبتدي ترتب الشوارع والسنسورز اللي ممكن تتحط في الشوارع نفسها اللي تساعد الكارز ديت تعرفها بدقة مكانها، تعرفها المسافة بينها وبين السيارات اللي جنبها والقدامها واللي وراها، تديها انذار لو حصل انحراف بشكل او اخر. فوارد جدا انه الماتيوريتي اللي تحصل في الانفايرومنت زائد اللي بيحصل في السيارات نفسها والتقدم اللي بيحصل فيها والتقدم اللي بيحصل في الالجوريثمز اللي موجوده وفي السنسورز، الكلام ده ممكن يدرايف ناحيه ان في فعلا السيارات تبقى درايفليس بجد يعني. لغايه دلوقتي بيخافوا لان المسؤوليه تبقى على مين؟ على الشركه المصنعه؟ لا يا عم، ما هي مسؤوليتك انت وامضي، وانت جاي تشتري الـ يعني سيارات تسلا دلوقتي لو انت عاوز اللي هو الاوتوماتيك يعني درايفنج تدفع $10,000 مثلا، فبس يمضيك انه هي مسؤوليتك، هو هيساعدك بس انت تبقى قاعد يعني ايه جنب ال قاعد في مكان السواق ومنتبه، لا ربما يحصل خطأ تبقى مسؤوليتك لانه مش قادر يشيل المسؤوليه لغايه دلوقتي. طبعا مع الوقت مع تجارب كتير ومع نضج الالجوريثم زي ما بقول ونمو السنسورز والانفايرمنت، وارد جدا ان احنا نوصل لمرحله تصبح كده ايه حاجه ريلايبل انف تو ريلاي اون يعني. مجال اخر من مجالات التطبيق مجالات البيوميديكال.
من المجالات المهمة جدا مسألة الانسترومنتس والإيميجينج والبيومتريكس. طبعا البيومتريك أو البيومتريك سيجنالز كتير قوي. جسم الإنسان وإحنا يا مهندسين للأسف ما بندرسش أحياء بشكل كافي، لكن جسم الإنسان مليان سيجنالز. المخ بيتبادل الإشارة من خلية لخلية، كلها عبارة عن تفاعلات كيميائية و إلكتريكال، يعني سيجنالز بتنتقل من مكان لمكان بتفاعلات كيميائية لكنها عبارة عن إلكتريكال سيجنالز في ففي المخ وفي العضلات وفي السكن وفي الطبقة بتاع المخ أو السكلاب أو الجمجمة، العينين، البرين، القلب طبعا أولهم، كل ديت إلكتريكال سيجنالز ممكن نشاهدها من برا ونعمل لها مونيتورينج ونقدر نعرف لو في ديس اوردر، لو في مشكله في القلب. القلب معروف انه فيه يعني انقباضات للبطين وللاذين، وبتبقى يعني معروف شكل السيجنال الطبيعي لما بيتسجل من حتت مختلفه من الجسم يعني. فالطبيب بيبتدي يشوف لما يحصل ديس اوردر يقدر يكتشف او يشك ان الصمام الفلاني ده ممكن يبقى فيه مشكله، وبعدين يبتدي يعمل فحوصات اكتر شويه عشان يقدر، لكن هو بيبتدي المشكله يكتشفها من الديفيشن اللي بيحصل من النورمال كيس. انا عندي نورمال كيس لما اقيس السيجنال اللي خارجه من القلب الاي سي جي، لما اجي اقيسها ليها يعني بيرفورمانس معين، فلو حصل ديفيشن عن النورمال بيرفورمانس ده يبتدي يستنبط ان في نوع المشكله ايه. طبعا المشاكل ان جنرال في الانسترومنتس، وطبعا البيوميديكال انسترومنتس مهمه جدا ان هي تكون فيها اكيوريت انف وما بيحصل لهاش، وعاوزين يعني بعض الناس اللي هم عايشين مثلا في العناية الفائقة او يعني عاوزين مونيتورنج 24 ساعة في ال 24 ساعة، فوارد طبعا يكون الممرض او الممرضات يعني مش متوفر ال 24 ساعة كلهم، لكن الأجهزة دي قادرة ان هي تمونيتور وتمونيتور على نبضات القلب، على الحرارة، على الضغط، على واتيفر الحاجة اللي احنا عاوزين نتأكد منها علشان نتأكد من الحياة الطبيعية للشخص اللي موجود في العناية المركزة. ممكن كمان يبقى عاوزين نعمل understanding أو diagnosis للمرض. فده برضو من واجبات او المهام للانسترومنتس اللي احنا عاوزينها. طبعا الميديكال ايميجنج تقدمت جدا جدا جدا، واصبح دلوقتي، كان زمان كل اللي احنا نعرفه اكس راي، ما فيش غير الاكس راي. كان واحد من مشروع تخرجي كان في الالتراسونيك، اول جهاز كان مش عارف ثالث ولا رابع جهاز في العالم يجي القصر العيني، والجهاز ده كان دكتور أدري الله يرحمه يعني خد فرقة من الطلبة وقعدنا نحلل في الجهاز ده عشان نفهمه. كان ده بداية الألتراسونيك. قبل كده ما كناش نسمع عن الألتراسونيك أصلا، هو كل اللي نسمعه كان إكس راي، لكن دلوقتي بقى في أنواع من الأشعة ما بقاش الواحد عارف يعني الخلفيات بتاعتها كلها يعني. فده الالتراسونيك. وفي حاجات تانية كتيرة
والنظريات بتاعتها مختلفة، كل واحد ليه نظرية في التشغيل مختلفة، لكن في الآخر كلها بتساعد الطبيب على أنه يشوف كما لو كان فاتح وبيشوف الورم شكله إيه، حجمه قد إيه، اللي يقدر يقدر المشكلة اللي بيعاني منها المريض. الميديكال إيميجينج إن جنرال مهم ان احنا يبقى عندنا القدره على ان احنا نكونستراكت الايمج بالميجرمنتس. يعني لو انت عندك التراسونيك وواحده حامل مثلا، الالتراسونيك ميزتها ان هي ما بتاثرش زي الاكس راي كده تاثير سلبي على الخلايا، فتاثيرها خفيف قوي، فالواحد يقدر يعرف النمو الطبيعي للجنين وحركته شكلها ايه، فبيكون ايمج يعني. وبعدين الايمج دي قد نكون محتاجين ان احنا نعمل لها انهانسمنت عشان نبينها بشكل اوضح، او نعمل لها كومبريشن. بس لما نتكلم في الكومبريشن في حاله الميديكال بنتكلم على لوسلس كومبريشن، يعني كومبريشن بسيط بيقلل شويه الحجم عشان نعمل ترانسفورميشن ليها، ترانسميشن ليها او حتى تخزين. اوكي اوكي الاثنين دول. ولو امكن ان احنا يعني نستنبط الديزيزز المختلفه اوتوماتيكالي بحاجه كويسه جدا، وده على فكره ده المستقبل. يعني المستقبل انه هيكون في قدره على الكمبيوتر عنده القدرة على تحليل الصور واستنباط البوسيبل ديزيزز اللي موجودة أو الابنورماليتي اللي موجودة، يمكن تكون أكفى من الإنسان. فده الحقيقة في دنيا الإيمج بروسيسنج فعلا ده كلام واعد جدا. وعلى الأقل أنت بتاخد لما يكون عندك مثلا آلاف الصور، والصور دي مرت على المستشفى ومرت على دكتور وقال إن الصورة دي فيها يعني فيها المرض الفلاني، والصورة دي ما فيهاش. آلاف الصور مرت على ناس خبراء، وفعلا بعد ما فتحوا عملوا عملية اكتشفوا إن ده صح وكلام من ده، والريكوردز دي كلها موجودة. فأنت عندك هنا خبرة أساتذة كبار وعندهم خبرة سنين طويلة جدا بقت متخزنة عندك في آلاف الصور. بناخد الصور دي نعمل لها ندخلها على كلاسيفاير. الكلاسيفاير ده كأنه اتعلم على ايد الأطباء اللي هم عندهم خبرة كبيرة قوي. ده لما تيجي تقارن بين خبرة الإكسبرت سيستم اللي انت مولده ده بالكمبيوتر مع خبرة طبيب لسه عنده سنة ولا سنتين خبرة، تلاقيها أكفأ منه بكتير أوي. فتصبح إن أنت بتحاول الخبرات اللي موجودة دي كلها بتحاول إنك أنت تعمل لها نوع من ال 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 تحولها بالـ AI algorithms المختلفة، تقدر تحولها إلى كمبيوتر أبليكيشن قادر على إنه يأوت بيرفورم كتير من الأطباء، خاصة اللي عندهم يعني اكسبيرينس قليلة شوية. يعني الكلام ده طبعا يبقى مفيد جدا كمان مع الترانسميشن. لو انت عندك مريض والمريض دوت مفيش في البلد دي بلد نائية ومفيش فيها حد عنده خبرة كبيرة، فانت ببساطة لما تنقل الكلام ده عبر الانترنت لإكسبرت سيستم، مش لازم بقى طبيب يعني متخصص، يعني تو كونسلت الإكسبرت سيستم ده، فممكن يديك فيدباك مفيد جدا جدا يعني. طيب ايه حكاية البيومتريكس؟ البيومتريكس سبحان الله كل فرد فينا في سيجنالز خارجه منه زي بصمه اليد كده او الايرس بتاع العين.
أو حتى الريحة بتاعته. كل واحد فينا له خصائص مميزة مختلفة عن التاني. يعني إحنا بنشترك مع بعض في يمكن 99.9%. however في فروق بسيطة جدا موجودة، وربنا سبحانه وتعالى عمل كده. ما إحنا لو كنا كوبي من بعض مش هنعرف بعض، يعني مش هنعرف نميز بعض، مش هعرف ولادي من ولاد غيري، يعني ما كله شبه بعضه. فده طبعا يعني من فضل ربنا علينا انه خلى فيه تمايز بين الافراد المختلفين، بحيث نعرف نميز بعض ونقدر نتعامل مع بعض. فهتلاقوا الكلام ده في حاله الكمبيوتر، في البين كود، في الباسورد. انت عارف لما يكون مثلا بيعملوا وسيله من وسائل حمايه الكمبيوتر الشخصي، ان انت بتحط عليه برنامج وانت الكمبيوتر عارف طريقتك في كتابه الكلمات المختلفه. فالتايمينج اللي بيحصل ما بين كي والتاني، و ده مختلف من فرد للتاني. يعني انا لو جبت فرد دخل نفس الكلام اللي انت بتدخله، يقدر يكتشف ان less than one minute ان الشخص اللي بيستخدم ده مختلف عن الالاود انه يستخدم الكيبورد دي او يستخدم الجهاز ده، فعلى طول يقف لوحده. فوسيله لطيفه جدا ان هو يقدر يديتكت اذا كان نفس الشخص ولا لا، وبس على كده يقدر ياخد اكشن. يعني طيب، يعني البايومتريكس اللي هي السيجنالز البايو الحيويه، يعني السيجنالز الحيويه بعضها بيهيفيرال وبعضها فيسيولوجيكال. الفيسيولوجيكال اللي هو زي الفيس، ما بيتغيرش بسهوله، يعني طبعا مع الايجنج مع الوقت ممكن تتغير. الفينجر يحصل طبعا تغير في الفينجرز، التغير هنا بيبقى بسيط، التغير احيانا بيكون نتيجه الاعمال. الواحد بعض الناس لما يكون في مهن يدويه كتير تلاقي بس حصل البصمه بتاعته اختفت، فيبتدي يدور على ايده الشمال بتاع علشان ياخد البصمه منها، لكنها الاصل فيها الثبات. يعني الهند الاستراكشر بتاع الاوعيه الدمويه اللي موجوده في ايد كل انسان تختلف من واحد للتاني، الاستراكشر بتاع الاوعيه الدمويه. فممكن هو ياخد باشعه تحت الحمراء صوره، الاستراكشر ده نفسه يصبح مميز من شخص للتاني. الايرس اللي هي بتاعت العين دي، اللي هي القزحيه بتاعت العين، سواء في اللون او الاستراكشر بتاعها، لما تتامل كده في المرايه تجد ان ليها تكستشر مختلف من واحد للتاني. طبعا اهم بقى حاجه الدي ان ايه. الدي ان ايه ده يعني من ادق الحاجات، يعني لو عاوزين يشوفوا الولد ده ينتسب لابيه ولا لا او لامه او كده، مفيش احسن من الدي ان ايه. كان زمان طبعا بيقوموا بالموضوع ده بناس كده عندهم الخبره كده، يبص في الشكل ويشوف ده ممكن ولا لا، لكن الدي ان ايه از موست يعني ريلايبل في حاجه زي كده. في حاجه ليها علاقه بالبيهيفير اللي هو برضو ليه بصمته، سواء السيجنتشر بتاعتك او الفويس او الكيلستروك. الحاجات دي الفيس الفيس والفينجر برينت دول اهم حاجتين الناس بتشتغل بيهم، وكمان الاثنين دول البنوك بتشتغل عليهم. يعني الفيس والفينجر برينت ده تلاقيهم في المطارات، ياخد لك صوره ويحط صباعك، بينما في شغل البنوك تلاقي السيجنتشر هي اللي شغاله، وكمان في بعض البنوك ممكن يضيف مع السيجنتشر الفويس كمان. اي سؤال؟ اللي هو وانت جاي تكتب على الكيبورد فالتايمينج مختلف، يعني السيكونس. انا قلت لك اكتب نفس الكلمه وزميلك يكتب نفس الكلمه وناخد التايمينج بتاعكم، هنلاقيه مختلف، لانه وراه عمليه ذهنيه
انت بتدور على الاس وبعدها الان وبعدها مش عارف ايه، فكل واحد الدنيا مترتبه في دماغه بشكل مختلف، فبياخد وقت مختلف بالملي سكند عن زميله. طبعا يعني ايه حتى مع وجود شويه توليرانس، لكن لو عندي 1 مينت كده من الانتر اكشن مع الكيبورد، لا هتختلف، هيقدر يميز الكمبيوتر بين او الالجوريثم اللي احنا حاطينه يقدر يميز ما بين شخص والتاني. وطبعا في مالتي مودال، زي ما قلت لك ان انت ممكن يكون عندك حاجتين اتنين او اكتر ممكن يكون في حاجتين اتنين او اكتر من البايومتريكس بستفيد منهم علشان اقوي الاميونيتي او القدره على ان انا محدش يخدعني. فلو كان الفيس ممكن يعني يجيب 90% ففي فرصه 10% ناس تتشابه الوجوه بتاعتهم. اما اعمل الفينجر برينت، لا حقيقي الاثنين مع بعض صعب جدا ان واحد يعني الفيس والفينجر برينت يتطابقوا 100%. فالمالتي مودال، المالتي مودال مهمته ان هو بيعمل كومباينيشن للتو سيجنالز دول علشان ياخد ديزيشن ويقرر ان كان ده نفس الشخص ولا لا. طيب نسيبكم ربع ساعه كده.